مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو. مثل ما شايفين حلو خارج مناسبات، سهلة وبسيطة. عجينة الباف بيستري بالكاستر، حلو سهلة، بتتحضر بوقت كتير صغير، بس شكلها مثل ما شايفينها بتعقد بتشهي، بتنفع لجميع المناسبات. شو رأيكم بهالشكل الحلو؟ لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا عجينة الباف بيستري، هيدا العجينة بتشتروها من السوبر ماركت، بتقدروا تعملوها بالبيت بس لبكي كتير لإلكن، ومن الأفضل تشتروها أحلى لإلكن وأسرع بالحلويات. ممكن تنجح معكن ممكن ما تنجح، بهيدا الطريقة تشتروها أفضل شي. بقطع العجينة، بقطعت العجين بهيدا الشكل، هيدا القطعة اللي عم بستعملها، حجم جاي مثل ما شايفينه وسط، مش الكبيرة أصغر شوي. هيدا العجينة الصغيرة قطعنا منها 11 قطعة، 11 حبة من هيدولة. نشيل الزوايد بهيدا الشكل وبحطهم على ورقة الزبدة. بجيب العجينة ومن النص بعملها بهيدا الشكل بشوكة صغيرة، شايفين؟ عندي هون ملعقة صغيرة زبدة دوبتها، بدي دهن سطح العجينة. هيدي ضروري نحط لها زبدة عشان الزبدة بتعطيها لون كتير حلو. عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. الملعقة صغيرة ما استعملتها كلها، تقريبا استعملت نص ملعقة صغيرة زبدة. هلا بنحط العجينة بالفرن. هيدي العجينة بس طلعت من الفرن أخدت بالفرن 10 دقايق بالضبط. هيدا شكل على درجة حرارة 200 أخدت 10 دقايق بالفرن. حطينا كوب ونص حليب، ملعقة طعام سكر، اللي بحب الحلو أكتر ممكن يضيف ملعقة ونص طعام سكر حسب الرغبة، ملعقتين طعام كاستر، ملعقة اتنين، نص ملعقة صغيرة فانيلا. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. هلا أنا في فيديوهات كتير بسرعها قد ما بقدر عشان المقاطع اللي بقلبها مش مهمة كتير، بس لما تكون المقاطع مهمة ما بقدر سرعها، لازم أعطيكم كل شي بالتفصيل الممل مثل ما بيقولوا. بس اشتد الكاستر عنا بهيدا الشكل منطفي الغاز. قبل ما احط الكاستر على المجلى ليبرد، شو بدي اعمل؟ بدي احطهم الكاسي، بحط كيس بهيدا الشكل على وجه الكاستر عشان ما يعمل عنا الكاستر قشر سميكي على الوجه. بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي نص ساعة ليبرد عنا الكاستر. بس جمد عنا الكاستر، هلا بدنا نشيله ونحطه بكيس الكريمة. حط الكاستر بهيدا الشكل. بس حطينا الكاستر عنا هون فريز، توت ازرق توت بري،
انتوا بتحطوا الفواكه المتوفره عندكم. بحط الفريز بدي اعملها بهيدا الشكل. قصة شوي، ثلاث أجزاء بقصة، شايفين كيف؟ رح حطها بهيدي الطريقة. مع العرق لإلها بهيدا الشكل. بحط كمان، بحط قد ما فيني قد ما بقدر بحط فواكه بهيدا الشكل، شايفين؟ كتير حلو، رائعة وبتشهي، بتنفع لجميع المناسبات. هيدا الحلو بعد ما زينتها، هيدا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.